وغادي تشد معايا القهوه. صباح الخير، صباح النور، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم صباحه اليوم دابا جوج هذه ديال النهار، انا دائما غنبدل الفطور كنبدل مع جوج كما قلت لكم، راني ثقيله اختكم. يلا الناس سميتو، يلا مع جوج نسالي العشيه. المهم هنايا راه جوج الكرعان هذا خليته في الماء من البارح، والاخر الاخر نقيته وغسلته ودخلته للكونجيلاتور، داك اللي غادي نخليه حتى شي مره اخرى نشهى وعاوتاني. المهم غادي هنا راه البارح كما شفتوا معايا في الفيديو راح قسميتهم درناه في العافيه، و معنا زعما اسميتو زفتناه. اش نقولي، نقيناه في العافيه البنات، حرقناه في العافيه، ودابا غادي غير نقيه، دابا غادي غير نكرطو هكا بالموت شويه. تعرفوا صباعي كيولاو، راه منعاودش لكم عاد فريق يولاو مع هذا الشيء فيه الكحوليه ديال الفاخر والعافيه. واو 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 واو، زعما الا لقيتي شي واحد يلقي لكم برا غير نقيه، ولكن يكون نقي مزيان، حيت انا داك اللي شريته من عنده راه ما منقيش مزيان. واخا هكا هنايا جالس يد حدايا غيشد ديالها غنقطعه، انا دابا جالس نقيه، هو جالس كيتسنى حدايا باش يشد ديال نقي. كي جاتكم القطيب؟ كي جاتكم الشدة؟ هي هذيك ولا ماشي هي هذيك؟ وانا كنقي هكا بالموس هو الاول، عادة كندير ليه اشنو سميه هي دا ولدي، وهي ندير ليا الماء عمر اليوم ديالك بالنهار نمشي لكم تعرفوا دفاري كيفاش ولاو، ما نعاودش ليكم. المهم راه حمرنا حنا البارح مزيان، حرقنا ليه مزيان داك الزغب ديالو، راكم عارفين الكرعين. تقول لي حياتي جاك على الكرعين؟ ما عرفتش الناس شنو جاني على الكرعين، هادشي هادشي الحال ما يشاور الحال، والله الا الحال ما يشاور في حق. عمرني درت الكرعين، عمرني في حياتي طيبت الكرعين ديال البقر ولا ديال النعاج حتى هما، عمرني طيبتهم. اول مره اول مره في التاريخ كحزه امي انت شويه التليفون اللي كحزه لها زرو لي سير سير زر مازال سير زر زروه يطلع عليه الماء صافي. عمرني قلت لكم درت الكرعين في حياتي ولا طيبتهم لا ديال الغنم ولا ديال البقر، اصلا باش نطيب ديال البقر انا قبل طيب ديال الغنم باقا نطيب ديال البقر، ولكن راه كيجوا بنان هما، خلينا عاوتاني كيجيو البنة والمذاق، ولكن كيبغوا لا كويسون، كيبغوا الطياب، كيبغوا الوقت، الطياب ديالهم كيبغي فريمون الوقت، كيبغي واحد 3 سوايع حتى ربع سوايع ديال الطياب باش يطيبوا على خاطرهم. عطاكلهم يده تحمق عليهم، هي عجبك تقول لي ماما ديريهم ليا بحال الطاجين البلدي، بغيتي الطاجين البلدي عاوتاني ياك عجبك، عجبك اجي هنا حدايا، علاش هربتي اختي منهم؟ اجي هنا حدايا علاش هربتي؟ pour moi c'est trop dégueulasse pour moi. Mais non, c'est pas dégueulasse, non non. J'ai jamais vu ça en France. Crois-moi. Alors là. Non non, en France ils mangent pas ça. Je sais. On est libre, on est marre. Non non, parce que je vois pas des gens qui font zama en France zama qui ah, font. Ah le Colombien il ne mange pas en France. Les Français ils mangent pas ça. Mais ton père il le mange. Parce que le Maroc. C'est très bon ça. Parce que tu as déjà que tu dis n'age. Il a fait du mouton, alors que tu manges ça. Il a fait du mouton. Alors on fait ça dans la fête du mouton. Non mais j'aime pas quand vous le. Ah tu aimes pas quand on le voit hein. Tu veux juste le manger toi. Pas bras à yakoul, gars, ma bras chichouf, gars. Yo, c'est ça que je fais, je t'accoule. Oui. N'ayez rien dit, y'a un chèque, 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 y'a un تغسلو مزيان
انا داك الشعر اللي ما كنحمش فيه ما نكذبش عليكم، كنحمش الكرعي اللي نبقى فيهم الشعر، خصهم ما يكون فيهم حتى الشعر، يكونوا نقيين بالبيان، كنغسلهم كنقيهم زعما نبرد فيهم غديدي ديال الغسيل بحال كنغسل الماعن. اجي اجي تشد معايا اجي غنخطع اجي. لا 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 يا قاجي يا شكون غيشد ليا؟ تعتمى كمان لا وير جا غير باسي ديور فوتوني غاليك ما فاش غادي تشد انا غنقطع زيد قال لك لا شد انت هنا انت هنا هنا هو شد هنا شد هنا اختي والويا كيتي عليك شد مزيان زيد ماشي شد هذيك شد مزيان اختي منو شد مزيان اياد شدها مزيان كيتي عليك هذا واش دينا بكري معاك باردون راه ما شدش مزيان فقصني فقصني بالشدان ديالو فقصني حق الله الا فقصني صافي زيد شد مزيان عفوا زيد عليك الا ما تشد هاك شد مزيان هاك لا 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 كم ساعة شد مزيان من نعم بس كسي شي شي معنطخ يكوتو دا دا مامو كوكو كوك العذاب صافي هو هذا مش كان غيشد معايا دابا انا تبعتي معايا خايفان من الكرعي خايفان من الكرعي ما حشمتيش فاسيل ايوا هذا راه اللي فاسيل شوف شوف بقا دابا خايفان من الكرعين يلا حنا شكون غيذبح لنا حنا الخروف في العيد شكون ها حنا معوين عيد تذبح لنا الخروف في العيد العيد الكبير قريب شكون غيذبح لنا العيد الكبير شكون حنا كنا معولين عليك نتايا راسك راه ما فراسكش شد هكا شد خلينا معولين عليك انت شد هكا شد هادي شد هادي شد هادي باش تذبح لنا الخروف في العيد الكبير شد مزيان اختي والو غير شد مزيان لا غير شد ما تح ما تلويش غير شد يدك انا غادي نقطع حتى شد نتوصل يدي كنا لا غسلهم هي جيت غسلهم عندي غسل انا غادي يجي لهنا صافي لا الكرعين بحالي عمرني فاش ما كنتش البنات كانت وحم عمرني فكرت نجيب الكرعين ونطيبهم ولكن دابا شوف عقلي فين مشى ليا كاع شكون قال انا حايط غادي نفكر نطيب الكرعين انا ما عمرني زعما بلي انا غادي نعشق الكرعين ونطيبهم نهائيا انا ماشي داك النوع كاع اصلا كنعشق الكرعين وهادشي ولكن الحال ما يشاور يا جماعه الحال ما يشاور انا راه كندير لهم واحد الغسيل ديال الغدا الا كنغسلهم مزيان ما كنخلي فيهم ما يصلح والله غسيل واش مغسل كندير لهم نيت المهم ما عرفتش شنو غادي باش غادي نرافقهم ما عرفتش ما نكذبش عليكم اليوم راه فلوغ وصافي اليوم فلوغ هانتوما تشوفوا معايا النهار كيف ما دار راجلي راه خرج يقضي شي غراض ورجع وصافي
انا مبغيتش نديروه بجوج البنات حيت كتار جوج، حنا راه غير ربعة، شكون اللي غياكل لينا الكرعين كلهم؟ داكشي اش درت واحد، واحد وكتير مازال، واحد الله العظيم واحد كتير علينا مازال، شكون اللي غياكلو؟ غنفكر حبوباتي البنات، انا راه وجد داكشي اللي خاصني وجد، دابا لحقت الوقيته خاصني نردو دابا باش يلاه يطيب مع الوقيته. المهم انا غادي ندير الكرعين راه مغسولين، راه شتوني غسلتهم مزيان، خليتهم في الماء، غادي غندير شي كميله كتدخل للجمر، حتى شي كميله يعني محتاجينهاش. انا ما درتش جوج، درت راه غير واحد الاسميتو حيت احنا ما كثرش. ما عرفتش جاني على المكله مغربيه، ما عرفتش شنو جاني عليها. المهم انا غادي ندير البصله، قطعتها شلطتها مزيان، هيا قطعتها قطيعات صغار اصاحبي، انت البصله بصله حمراء، شفت البصله قليله تزيدها، يقدرنا نزيد واحد البصله اخرى. المهم هنا العطريه، راه المهم اللي ما عمره ما شاف هادو، شوف معايا دابا الطريقه وصافي، اللي ما عمره ما شاف كيفاش يدار انا نوريكم، دا راه ساهل. غندير معايا علقه ديال الخرقوم بلدي، غير معلقه ديال الكمون. انا البنات عزيز عليا نصب هكا فوق الجمر، تعرفوا علاش؟ كيعجبني نصب فوق الجمر، كيفكرني في الطفوله، كيفكرني فاش كنت صغيره. ندير هنايا، راه هنايا شتوه اش كيسموه ديجا، الزعتر، طري، ندير ليه الماء، ما دقيت لق هذاك ديالو، نزيد شويه على الزعتر، ما قللتو بزاف، درت غير نقيطه نزيد شويه. قلت لكم علاش كندير هادشي فوق الجمار وهادشي، تقولوا حياه الحياه واش قديمه ولا مالها، مال هاد الحياه كدير بحال هكا البنات؟ هادشي كيفكرني في الطفوله والاثاره والمعاصره ديال المغرب، كنت فكر فيه ايام زمان. هنا معلقه ديال السكنجبير، معلقه هاد، راه معلقه عندي صغيره، داكشي علاش كندير جوج معالق الملحه، عينكم ميزانكم، انا اللي خاصني الملحه راه غادي نزيدها من البيت، معلقه ديال القرفه حتى هي، عندكم عواد ديروها احسن، انا ما عنديش عواد، داكش درت غير هاد البيضه تحميره، معلقه تقريبا ديال التحميره، معلقه ديال القهوه، غنديروا الثومه حتى هي، ندير الفصوص خصني نقيهم، وغناخذ السمن، ندير السمن الغاوي، غندير فيه معلقه تاو تقريبا، معلقه ديال السمن الغاوي باش يبني، انا السمن الغاوي غادي ندير نزيد عليه شويه ديال زيت العود، هادشي تحرط مزيان. هاد الكرعين راه ما كيتحرش، بالنسبه للناس اللي بغاو يديروهم في الكوكوت ديروهم، انا راه عندي الكوكوت ولكن ما باغيش نديرهم في الكوكوت، باغي ندير قلت لكم باغا نرجع للاصاله والمعاصره، كيعجبني هادشي نديرو قديم هكا، كيعجبني نديرو في العافيه فوق الجمر، ايوا كل واحد واش كيعجبو، انا هادشي كيعجبني بحال شي قديم، كيعجبني نديرو فوق الجمر، كياخد الوقت ديالو ديال الطياب. انا دابا راه بديتو تقريبا دابا جوج ونص، هادي تقريبا ثلاثة، غادي نردو غادي نخليه تقريبا تنشوفو ينطبع، انا نردو غير فوق الجمر فهمتو، نرد فوق الجمر يطبع على خاطرو. قطعت الثومة طريفات صغار ونزيدها فهمتو، هنا قطعت الثومة ونرجع لكم، المهم ندير فيها ربعة ديال الصوصة ديال الثوم. المهم هاني درت كاع العطرية كلها، غادي نزيد داك الزعفران شعره، نحاول نزيد غير الماء الزعفران ما نزيدوش، نحيدو هذاك الشعيرات ما بغيناهمش، حنا بغينا غير الماء ديالو، راه تلق فيه نورمالمون، الماء ديال الزعفران. غادي نزيد الحمص البنات، الحمص راه رقدتو البارح في الليل، نزيدو هكا،
نزيد نزيد القياس ديالي ديال الحمص، غنزيد كاس ديال الماء، وغنزيد الماء اللي غيكفي هاد البنات. الكاس الثاني غنزيد الماء فاش غادي يطيب داك الكرعين تقريبا. هذا هو قياسو ديال الماء، شتو هو كيبان فيه الماء دابا. غنغطيه دابا ايوا ونحط فوق الجمر. المهم هاي الجميلة ديالي، غنخليها طيب مزيان مزيان على خطره فوق الجمر، دايرها غير فوق الجمر تو كان يطيب تقريبا 3 سوايع 4 سوايع يلاه يوجد، وديك الساعه تبقى نرجع لكم مره باش تشوفوا كيفاش داير. المهم هنا بلا عكزه البنات، انا تدرت خليت الجميله ديالي كطيب، تدرت نقطع الدلجان باش ندير الزعلوك. ما نكذبش عليكم وقسما بالله البنات، راه انا ماشي من داك النوع ديال الناس نهائيا اللي غنفكر انا حتى هذاك اش كيقولوا الرجلين ديال العيد الكبير ديال الخروف راني ما كناكلهمش، راه نهائيا واش انا من هذا النوع. داك الشيء راه اللي تفاجئ قال لي انت يا وليتي كتاكلي الكرعين هادشي كنتي كاع ما كطيبيه نهائيا، واش انا من داك النوع اللي غادي نفكر انني نهز ندير الكرعين في الطاجين ولا نطيب الراس ولا نطيب التقليه ولا شي حاجه بحال هكا. انا راه ماشي من داك النوع نهائيا، هادشي ما كيعجبنيش ما كنطيبوش ما كنديهاش فيه. انا حد ملي كناكل اللحم الدجاج اللحم الاحمر وما عزيزش عليا، حنا كناكلو بزاف الدجاج لا داند. هادشي غنقول لكم راه لدا راجلي بقى مستغرب كيقول لي انت شنو جاك على هادشي شي طيب ليا الكرعين. هو عجبو الحمص، غير هو عنده داك لو مال انه ما قدرش يهز دوك اللحم ديال الكرعين وبقى يعض فيه داقهم. قال لي زوينين طايبين ولكن قال لي انا قال لي ما قدرتش نزعم كلا الحمص كلا لاصوص ديالهم، ولكن هما ما كلاهمش. اياد لي عطيتو عظم بقى كيكدد فيه عجبو كيقول لي بنين بنين وكياكل. المهم اياد عجبوه راجلي ما قدرش ياكل ليهم ديك الجلده ديال رجلين ديالهم، كيتفكر بانهم رجلين وكيقول لي لا. قلت ليه الا حطيتهم لك طايبين وما عرفتي واش رجلين تاكلهم؟ قال لي انا ناكلهم. قال لي ولكن حين دابا عرفتهم واش رجلين؟ قال لي ما قدرتش ناكلهم لا هما لا الراس، ما كياكلهمش لا هما لا الراس. وانا ماشي من داك النوع نهائيا ونهائيا، واش نقول لكم باش نهائيا ولا داك النوع اللي غير شي نهار يفكر. عمرني في حياتي ما فكرت انني نجيب الكرعين نطيبهم. شوفوا شحال في عمري دابا 29 عام، عمرني فكرت نجيب الكرعين نطيبهم، نجيب الراس نطيبه. العيد الكبير ما كنطيبش الراس ما كنطيبش الكرعين، كنعطيهم لاختي حتى كيتجمعوهم كنجمعو عليهم، هما اللي كيطيبهم كيفوروا بهم الكسكسو ولا كيديروا بهم شي حاجه بحال هكا ولا تقليه ما كديرها في القدينه. ما كنسولش على داكشي، نحدني كنقاد شويه في الحولي صافي كنهز من داكشي اللي بغيتو نخلي الباقي هنا. يعني تفاجأت انا فراسي فاش جلست لقيت راسي كندير الكرعين وجلست ندير زعلوك يعني الحال ما يشاور الله العظيم الا الحال كما كنقول راه ما كيشاور، راه كيطيح عليك هذا الحمر كيجيب لك شي افكار كيجيب لك. والمشكله انني طيبت لهم راني ما كليتهمش، تيقوني ولا ما تيقوني. زعلوك دقت معلقه باش نعرف غير المذاق كيفاش داير، الكرعين ما دقتهمش الكرعين، دقت الحمص صافي دقت لهم معلقه ما دقت لا اللحم ديالهم لا عرفتهم كيفاش دايرين لا والو، ما غير طيبتهم لهم وخليتهم. ما كنتشها وما كناكلش، تعرفوا شنو كليت؟ كليت واحد البغريره هي باش شطرت وكاس ديال الليمون صافي، هادشي هو اللي كليت. هذاك الشيء كله اللي طيبته راني ما كليتوش لا سلاد لا زعلوك لا حتى شي حاجه، هو كلا زعلوك ولا سلاد اياد كلا لا سلاد والكرعي الويده ديالي اللي عجبها بزاف كتاكل وخلات منه قالت لي راه باقي فيه بقى ليهم بقى الويده ديالي الغد اليوم راجلي ما غاديش ياكلو، بقى ليها واحد شويه قالت لي خليه حتى الغدا عاوتاني ناكلو. زعما متفاجئه من راسي، انا راجلي كنت كندير هذاك كندهن شمشميتو حيت درتو في الثيرموميكس، وراجلي كان كيوجد واحد تشيز كيك، المهم تشيز كيك بنين، دار واحد تشيز كيك ساهل ماهر وبنين بارد ماشي تشيز كيك اللي كيطيب. فوالا اياد هنا جالس كيحفظ كيلون ما عرف شنو كيدير كيقرا وصافي. قولي انتما كديرين وليداتكم مع القرايه؟ انايا ولدي عنده ديمال فهمتو، عندنا ديمال معاه باش يقرا في الدار. المهم يقدر هاد العام ما عرفتش، يقدر هاد العام نعاود ليه العام ما عرفتش، يقدر هاد العام داز عليه يقدر نعاودو ليه يعاود الخامس ما عرفتش البنات، الا بان ليا القضيه حامضه غادي نعاود ليه هاد العام. المهم قولي حتى نتوما، بغيتكم كلكم في التعليق وتقولي حتى نتوما اشنو تشهيتو، اشنا هي اغرب حاجه تشهيتوها في الوحم ديالكم. اي وحده هنا كانت كتوحم ولا والده ولا هذا تقول لي اغرب حاجه تشهاتها في الوحم ديالها. انا راكم كتشوفوا راه غير حال واحوال، كل نهار شنو كيعجبني كل نهار وما عرفتش شنو جاني على الماكله المغربيه. ها هو المهم احنا
اصلا مع كان طيب ما حتى شي حاجه ما كدوش ليه، كان طيب اليوم كنلقى نشهى نقول غناكل غناكل غناكل، غير ديك فاش كان طيب كنت تقهم، ولكن شي واحد جاب لي الماكله ديالو كندق منها، ولكن انا فاش كان طيب الماكله ديالي كتقهمني، كنبقى نطيبها كنشم الريحه كنبقى نحرك فيها ما كنبقاش نقدر عليها. هادشي اللي عطى الله السوق معنا ما نديرو. المهم ما تدوش لي على اللبسه ديالي، شوفوا داكشي كراسه السروال مع مع الكلاكيطه ديال راجلي مع البيجاما مع القصيب، راجلي بقى مسكين هاكي كيشوف كيقول اش هاد الحمام بقى عندي انايا، كيقول اش هاد الحمام بقى. المهم ما يقرطش، كل نهار يلقاني بشكل، مره شليحه مره هوريه مره مدينيه مره فرنسيه مره عصريه مره قديمه، كل نهار في شي شكل كيشوف فيا كيقول لي بغيت نفهمك انا ما بغيتش تفهمني بك، كل نهار كتجيني بشي شكل. شوفوا السروال، يا سلام، كل شيء على السروال، كل شيء على اللبسه ديال السروال والصنداله ديال راجلي كبر مني. يعني نخليكم البنات مع المقطف، ونخليكم مع الفطور ديالنا، نتمنى يعجبكم، يعجبكم الفيديو لايكيو الى عجبكم، اكيد بارطاجيو مع اصحابكم، يلا غو بيزو. ايوا ها هو الكرعين ديالي راه كيطبخوا، شفتوهم ماما كيطبخوا وسط كلشي، كيطيب الحمص مع الكرعين كلشي مخلط بس كيطيب. ايه في الفاخر البنات، وقت ما تفاخر كنعاودي، وقت ما تفاخر وقت ما الطفل فاخر كنعاود نزيد، واخا بلاتي نعاود نزيدو ونغطي عليه نخليه يطيب خاطرو مهيل على نار مهيله. قال لي واحد المثال، حق الله العظيم، قال لي واحد المثال اش خصك عريان، قال لي الخاتمه مولاي وما نعاودش ليكم، وقال كطيب في المرقه وشديتها بحديت الجميله بغيت نحرك، ايوا ديك المغرفه وهي نهز واحد ونطير ديك المغرفه كلها طيرتها على رجلي، هكا كبت عليا لاصو سخونه طايبه حرقت رجلي، تصوتات لي رجلي دابا جبت لي كلاصون بس كندير عليها غالي كلاصون. لا 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 كدرني انا ولدي ما خصنيش ندير لك، لا 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 يفضي عليك. قال لي خصك عريان، قال لي الخاتمه مولاي، ويلي 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 تكبت عليا لاصو هكاك طايبه طيبه داك الماء ديالو طيب، سلقت رجلي المهم بمعنى الكلمه سلقتها ناري، دابا ما غاديش دابا هي بردت عليا، درت ليها الثلج وبردت عليا، ولكن انا جو سوي سيغ انها غادي تنفخ وغادي تنبل وغادي دير داك الماء ديالها وغادي تحرقني، غادي تخليني ما تخلينيش نعس من الحراره. الله يا ربي الله، اش درت انايا، اش درت انا في حياتي. قال لي قال لي واحد المثال دي نهار تقاقي وهي تزيد في البيض، هي ديالي انا اصلا مريضه وما قاداش كنمشيها بزز، ايوا زدت عليها هاد الرجل اوه زيتها بالقط بلا حطيتها قاس ندير لها الثلج، صافي صافي قابي يا زمي صافي ساليت زعما. هادوك راه ما جات كيدير واحد سميتو واحد لاطيغاس تما حداق لاطيغاس، ما بقاتش باقي ماليش نسليج لاطيغاس، ولكن هو غادي يدير ليه غير هاديك شنو اسمها، بعدا نجلسو فين نديرو ليه الضل، في الضل فين نجلسو حتى نقادلو الزيت ولا تفهمتو. مع دابا الصاد هذا باتي، ها هما الكرعين ديالي من بعد ما طابو، شفتوهم راه تقلع العظم من اللحم، هشاش هشاش تطابط ولا وهشاش. درت هنا سلطه مغربيه مطيشه بصله فلفله ما طيبهاش هذه المره، قال لي هذيك المره ما تبقاش دار لي طايبه راه ما عجبتنيش، قلت لهم العطريه شويه ديال العطريه. هنا درت ليهم زعلوك، تبش طباصل ديال زعلوك. هنا دار الراجل واحد شيز كيك ساهل ما عرف شنو دار فيه كاع، وعندنا البغرير وعصر ديال الليمون، وهنا درت هذا العصير بنين، هذا درت فيه هذا المثل، درت فيه الحليب اطرو ديال الحليب، ودرت فيه الفرومبواز، ودرت فيه البنان، ودرت فيه شويه ديال السيرو احمر وشويه تاع السكر، طلع بحال الرايب كيشبه الرايب نفس الشيء. وعلى راني الخبز ديال الدار مخشي من الخبز ديال الدار، شفتوا الطبيله ديالي كيفاش طلعت، ايوا دابا يدقوا الكرعين، نقول يا الكرعين كيفاش جاوهم، يلا اميزيفو